اللي بيحب بيتجوز ولا عاده الناس بتتجوز اللي مش الحب الحقيقي اللي في حياتهم؟ لا انا اتجوزت اللي حبيته، انا حبيت حب قوي جدا، وقصه حب 9 سنين قبل الجواز، وتحديت الدنيا وتحديت المجتمع وتحديت الدين وتحديت اهلي وكل ده، واتجوزت اللي انا عاوزاه. هو كان مسيحي؟ كان مسيحي واسلم. في الفتره الزمنيه دي كانت الدنيا مقفله برضو، والموضوع ما كانش بالسهوله دي، ان واحده تبقى على علاقه بواحد 9 سنين. لا الموضوع كان صعب. الموضوع صعب في ايه؟ واحده دخلت السينما تشتغل في السينما، تتجوز من شخص هو الاهلي طبعا ما كانوش موافقين علشان الدين، وده شيء طبيعي بيحصل. ولو كان العكس كان استاذ تربيه دينيه ولغه عربيه وعلى فكره والدي ما قابلش جوزي، انا يعني والدي مات بعد ما اتجوزت بسنه. اخواتي شافوه ووالدتي وكده، بس والدي رفض انه يقابل جوزي لانه قال لك انا مش هقابله عشان غير دينه، رغم ان هو مسلم وغير دينه للاسلام علشان يتجوز. وجوزي ما دخلش بيتنا غير في جنازه ابويا. ده اثر فيكي ازاي؟ وجعك؟ ما وجعنيش، لانه كانوا كل العيله عارفه وهو ما كانش متضايق خلاص. هو قال لك اوكي انا موافق، بس انا ما عملتش فرح. عملت ايه؟ لا كان في البيت كده كاتب كتاب وما عملتش فرح. في انهي بيت؟ في بيتي اللي انا كان عندي بيت قبل ما اتجوز، بيتي انا. استقليتي قبل ما تتجوزي؟ اه طبعا. خدتي بيت وقعدتي فيه؟ طبعا وقعدت فيه. ده كان سنة كام؟ بس هقول لك انا كنت اخرجت، كان سنة انا اتجوزت اخر يعني 79 79. ايوه الدنيا كانت مقفلة برضو. مقفلة، بس انا مش مقفلة. سابوكي. انتوا اللي كنتوا مقفلين. سابوكي ازاي تقعدي في بيت؟ انت ما كنتيش موجودة، بس هم كانوا مقفلين. سابوكي ازاي تقعدي في بيت لوحدك؟ بصي، لما انا اشتغلت وبقى عندي فلوس خدت شقة عشان هما اتقبلوا ده؟ لا يعني كانوا متقبلين الشقه علشان خاطر انا بحوش من فلوسي وبجيب شقه بالتقسيط والكلام ده. لما خلصت الشقه حاولت، قلت لا لازم بقى اروح. شكله كان هدف في دماغك اصلا، انت كنت مخططه ان انت عايزه تستقلي بحياتك. بس انا شخصيه ربنا خلقها عكس الناس. بس والله مش انا قصده دي شخص، من وانا طفله كان كل اخواتي يبقوا في حته وانا في حته. كل اخواتي يبقوا يعني ماشيين بالطقوس بتاعت اهلي قوي وانا لا. كان عندك كام اخ؟ 5. عندي 8. احنا كلنا 8 ما شاء الله. يعني وانتي الوحيده اللي طلعتي؟ وانا الوحيده اللي طالعه بدماغي بمزاجك. وانا نمره 6، وكنت قعدت فتره طويله انا الصغيره، كنت مدلعه قوي يعني. اللي بعدي اخواتك ايه دلوقتي؟ لا حلوه حلوة قوي. والدك توفى راضي عنك؟ طبعا. لا بالعكس، والدي بقى لما انا بقيت مخرجه ابتدى يقول انا اللي كنت بشجعه. هو الحقيقه هو الوحيده اللي في العيله اللي شجعني ان انا ادخل معهد السينما. اخواتي ما كانوش موافقين، والدتي ما كانتش موافقه. هو قال لا يعني تدخل معهد السينما، كنت داخله قسم انتاج، وبعدين رحت قلت له هحول اخراج. فقال لي وبعد كده هتقولي لي حول تمثيل. فوعدته انه التمثيل لا، وده اللي خلاني فعلا ما امثلش. ان انت وعدتي والدك انك ما تمثليش؟ انت كنت عايزه تمثلي ولا التمثيل ما كانش في دماغك؟ ما كانش في دماغي، عارفه من الاساس، عشان كنتش عاوزه المشاكل الاول مع اهلي في حكايه التمثيل. ولان انا دخلت كل الفن بالصدفه، يعني انا اصلا ما كنتش رسمه ان انا ابقى فنانه، ولا رسمه ان انا هدخل الفن، ولا رسمه ان انا هدخل معهد السينما. ولا انا جبت حاجه و60% في الثانويه العامه، قدمت في 1,000,000 حاجه، جالي معهد تجاري في اظن في جاردن سيتي حاجه كده، وجالي معهد السينما ان انا دخلت الامتحانات ونجحت. فرحت معهد السينما، لكن لا كنت ما بعرف يعني ايه فن، ولا في مخي الفن، ولا في مخي وكان ليا صديقه داخله معهد موسيقى عربيه، وهي اللي قالت لي تعالي نقدم في اكاديميه الفنون. حتى ما كنتش عارفه ايه هي اكاديميه الفنون. فضلتي تحبي جوزك على طول؟ فضلتوا كام سنه متجوزين لحد ما توفى؟ بصي بحب جوزي لغايه النهارده. لحد النهارده؟ طبعا، لانه العلاقه اللي بيني وبينه مش بس جواز، حياه وجواز. وهو كان ورايا في ان انا ابقى في يوم من الايام مخرجه، لانه لو ما كانش هو بالعقليه دي عمري انا ما كنت هكون مخرجه. لانه هو اداني فرصه، اداني حريه في ان يبقى عندي وقت اسافر، ان انا اسهر بالليل، انه
اتهاجم ويتقال عني كلام مش مظبوط، مخه اكبر من الكلام ده لان انا قدامه وشايفني. قبل ما جوزك يتوفى كنتوا منفصلين ولا كنتوا مع بعض؟ لا كنا منفصلين على فكره، بس كانت علاقتنا حلوه جدا. طب ليه بس هو يعني بعد الحب انت بتقولي بحبه لحد دلوقتي؟ طبعا طبعا. تمام، غير دينه عشانك، شجعك، وقف جنبك، طبعا. ليه انفصلت؟ انفصلت لان انا وهو ابتدينا بعد 30 سنه عشره ما بين حب وما بين جواز، كل واحد راح في وادي، عارفه لو انت قاعده في اوضه وهو في اوضه، انت ليكي اصحابك وانا ابتديت اكبر ويبقى لي حياه تانية. ابتدى هو يعني حتى ما بحبش اقولها، ابتدى يغير مني. ابتدى يغير مني لانه لقى انه مش من نجاحي، انه الناس بتديني انا القيمه، وهو انا اللي كنت الطفله الصغيره اللي هو كان واخدني تحت باطه وهو اللي كان الكبير ودكتور ليه اسمه وبتاع، فابتدت الحته دي تضايقه. انت واخده ما استويتيهوش ليه؟ ما احتويتيهوش ليه؟ ما كانتش، لا احتويته في فتره طويله وسبنا بعض بشياكه جدا، وسبنا الاول عملنا قلنا ننفصل سنه، وبعد السنه جه قال لي انت شايفه ايه؟ قلت له انا شايف طبعا انت لما بتعيشي لوحدك بتحسي بقى ان الحياه عارفه احلى بكتير. في احلى إيه؟ بكتير؟ لان ما فيش ارتباط، يعني انت ايه؟ مربوطه براجل يخرج الصبح لازم تقومي تتاكلي، يسافر لازم مثلا تبقي معايا، يعني كل حاجه بقى مشكلة؟ في مشاركه. خلاص انا كبرت وعندي مشاكلي، يعني حياتي ودنيتي ومشاكلي مع السينما ومع المجتمع ومع الافكار، وهو دكتور كبر وعاوز يعيش حياه هاديه ومش عارفه ايه، عارفه كل واحد بصينا لقينا روحنا بنعمل كده. استوعبنا ده. فقلنا ننفصل ونسيب بعض، لكن عمرنا ما كان في بيننا لا خلاف ولا مشاكل ولا طلبات ولا اي حاجه لغايه ما مات. يعني انا لغايه ما مات كنت بروح للمستشفى وهو عيان يعني.